التقى فريقي كينغز والشيوخ لتحديد المركزين الرابع والثالث. انتهت المباراة كما تنتهي مباريات الديربي بأهداف كانت الأعلى على مستوى مباريات الدوري. أحرز اللاعب مبارك الدوسري 5 أهداف، منها كانت كفيلة بتتويجه هداف الدوري ب12 هدفاً. والله باذن الله، يعني انت زي ما تعرف يا ابو جابر انه اليوم دور نهائي ودور صعب، فالحمد لله الشباب كلهم ما قصروا بقياده احمد زهراني وقياده اخونا صالح فايز، وانت ما قصرت بحضورك ابو جابر، وان شاء الله نطلع في ابهى صوره باذن الله مع هذا اليوم الختام. تحليلك وايش توقعاتك للمباراه؟ والله اتوقع كلمينا عد العده ان شاء الله، وما جو الا يبون يفوزون، وعسى الله يوفق الجميع. توقعاتي طبعا هي صعبة في البداية أقول لك توقعات، بس إن فرقين أهم شيء إنهم يقدمون مستوى كبير ومشرف للنتيجة. ما فيه توقعات حاليا، توقعات يعني تقول يعني بتوقع إنها 2-0 لفريق الكينجز. طيب الكينجز توقع الشيوخ راح يفوز 4-1. والمباراة الأولى مين يفوز؟ لا المباراة الأولى توقع فيها صفر، لانه شايف هنا في مختلفين وشايف الفريق هذاك بيعوض، فالنتيجه راح تكون صعبه، فما اعتقد الا جاب محترف حياكلها على راسه. طيب والفيصل الثالث والرابع بين فريقين الشيوخ وفريق الكينج. فريق الشيوخ بقياده الكابتن عبد الوهاب بالدخيل، وفريق الكينج بقياده الكابتن الياس. لعب الكورة هجمة مرتدة، حمد القحطاني سدد الكورة حكم يوجه اللاعب بالتسديد يلعبها أهنيك صراحة، وسيف يوقف وراء الحيطة. ماجد and how do you expect the second shot second half.
The second half, I feel like we need to play harder, but I feel like we can come back. If the team plays well and we don't get tired, we can come back and win it. Yeah, do you think you have enough confidence to 110? Yeah, to you know, change the game. The confidence we have, we have the potential too. We just need to try hard. With our effort being 110%, we'll win it. Okay, good. Good luck, good luck. Thank you. Okay. الحمد لله متقدمين في الشوط الأول وإن شاء الله نفوز. أهدافهم كانت بسيطة، إيش المشكلة؟ أخطاء دفاعية. الظاهر إن الدفاع تعبوا. يعني في مشكلة باللياقة. بس الحمد لله يعني متقدمين، عندنا يعني حمد القحطاني ومبارك الدوسري بدعوا في الهجوم وجابوا أهداف. ريحونا صراحة إن شاء الله. وش تتوقع الشوط الثاني؟ الشوط الثاني إن شاء الله هدفين لنا بإذن الله. عرفنا باسمك عبد الرحمن إن شاء الله. كيف حاسس حماس وكذا متشجع وجاي يشوف ما شاء الله عليك؟ الحمد لله الحمد لله مره ناوي على البي ام دبليو صراحه قلم ما افتكرت جاي. الله يبارك تسديده يا سلام يا مبارك. حلو حلو في هذه الاثناء حكم المباراه يسقط ضربة جزاء واللاعب الياس محمد صديق رفيع يحصل على بطاقة حمراء. مبارك يلا سيف الصعب يحاول يتجاوز الاثناء خطير مبارك ولا سيف يلا يا هداف ينطلق فيها ممدوح اثنين على اثنين اثنين على اثنين يعدي يا سلام على كاد الهاب يخلص يعاون عليك ممدوح الله هدف جميل جدا 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 عدم اللاعبين يا سلام عدم الهاب هدف 11 الله كيف حالكم كابتن؟ الحمد لله. مبروك على الفوز. الله يبارك فيك. وعلى الانجاز الساحق اللي قدمته. الله يسلمك. يا ابو زين النجم ابو زين. 12 هدف محقق لحد الان. الحمد لله. فهذه اكتساح كبير. فضل الله ثم فضل الزملاء. يعني شفت الهدف الخامس يعطيك العافيه كابتن. شفت الهدف الرابع والخامس خلاه لي نشمه كان اقدر اسجله. ما شاء الله. فجهودهم يعني وروحهم الرياضيه. والحمد لله شهيتك اليوم مفتوحه على الباب لك الحمد لله دوما لكن عاد اليوم الفريق المقابل يعني صار عندهم نقص وفريقنا ما استغلت الفرصه هذه الحمد لله الحمد لله الحمد لله ومبروك على المركز الثالث الله يبارك فيك
وبس شكر للمنظمين صراحة والنادي السعودي في إيستن يونيفرسيتي صراحة ممتازين ترتيب أشكرهم على الجهد ولا هو بس في الرياضة أنا ماني إيسترن ستودنت بس صراحة سمعت عنهم سمعة طيبة وأشكرهم شكرا جزيلا صراحة شكرا شكرا كابتن الله يبارك فيك إن شاء الله عطنا رأيك بالشوط الأول والشوط الثاني والله الشوط الأول وإيش اللي فرق الشوط الأول الشوط الأول كنا ضاغطين مسكرين دفاع أول شيء لنشوف متاعب الفريق الثاني والشوط الثاني حاولنا نجيب أهداف أكثر والحمد لله ربي وفقنا جميلة الفريق كان جيد صراحة كنا متخوفين من الفريق بس الحمد لله أننا كسبنا فرص طرد لاعب من الفريق والحمد لله يعني خرجنا بيض الوجه مع كل الفريقين وكل أبوها كورة وكل أبوها مباراة والله الحمد لله قدمنا اللي علينا وكان عندنا نقص حارس ما هو موجود أنت مسكت حارس شوط ثاني مسكت حارس شوط ثاني دخل كمين جول لكن الحمد لله فزناه وسوينا اللي علينا كان عندهم طرد بعد ذلك جابوا أهداف إيش المشكلة والله يوم تقدمنا بأقوال كثيرة اللاعبين خذوا الثقة شوي وقاموا يقدمون ولا صار في الدفاع We'll be right back.